التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وهكذا نجدد التحية واللغة في استمرارية انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم، انطلاقات التمهيدية الثالث الخاص لسن الحقايق من مسافة 3 كيلومترات في هذا اليوم. فتهانينا والناموس لكل من حظى على شرف الفوز والانتصار وحظ نوفر لمن لا يحالفه الحظ في الأشواط الماضية. ينطلق منذ قليل شوطنا 20، هو يعتبر شوط الختام وشوط الوداع اللي ودع برنامجنا من خلال 20 شوطا غسمت ما بين الأبكار والجعدان. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. أسير للمقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول، وهنا على مقدمة الشوط والبداية الأولى مثيرة. عبدون بن سعيد بن أحمد المحاربي يتحرك على المقدمة والصدارة، بينما النغلة على المركز الثاني، ومنوى حميد بن علي برويشت النيادي، بينما نتابع اللي على المركز الثالث. وفي المركز الثالث هذه هي الضبية عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، بينما في المركز الرابع اللي وصلت هذه هي ثمينة محمد بن حسن بثيمة العامري، يتقدم على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز اللي وصلت الآن هذه هي الوسمية سعيد والراشد بن سعيد المزروعي. هذه مشاهدين الأعزاء نتيجتنا وندائنا للمراكز الأولى المتقدمة التي تبحث عن الإنجاز وعن الفوز وعن الانتصار. عودوا هي للمقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى البداية الأولى في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميلة والرائعة في مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول تشاهدون اللي على الصدارة الأولى مثيرة، عبدوب بن سعيد بن أحمد المحاربي يتقدم في الصدارة الأولى، بينما في المركز الثاني وتابع من تحركت هذه هي الآن منوى حميد بن علي بن سعيد بن رويشد النيادي غير إلى المقدمة، بينما في المركز الثالث هذه الضبية عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري يتقدم على المركز الثالث، بينما في رابع التحديات هذه الوسمية سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي، بينما في خامس المراكز هذه مياسة سعود بن علي بن حمد المحاربي. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود للبداية الأولى في هذه اللحظات. وفي المقدمة وفي الصدارة الأولى كما تشاهدون اللي تسير على المقدمة، ولكن هنا اللي سيطرت على المقدمة تشاهدونها اللي هي ضبية عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، ولكن منوى حميد بن علي برويشد النيادي، وثالثا تقدمت اللي هي الآن الوسمية سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي، وبن حفشة قادم مع الذيبة راشد بن علي بن مطر بن حفشة الاكتبي. يلي بتروح ما شاء الله وتبارك الله. شوط الختام، شوط الختام من سيودع برنامج صباحي هذا اليوم بين هذه الأسامي والشعارات. إلى وين الانتصار؟ إلى وين التحدي؟ أروح يا ملكي منوى، منوى 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 في صدارة هذا الشوط، أحمد بن علي بن سعيد بن رويشد النيادي. ولكن في المركز الثاني، تقدمت الضبية عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، والمركز الثالث الذيبة راشد بن علي بن مطر بن حفشة الافتبي، ورابعا تحركت في هذه اللحظة اللي هي أزياء لمحمد بن علي بن راشد الظاهري. واللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، تهانينا للظاهري، تهانينا على فوز أزياء محمد بن علي بن راشد الظاهري. ينتزع ناموس هذا الشوط المركز الثاني، وصلت اللي هي منوى حميد بن علي بن راشد النيادي المركز الثالث، وصلت اللي هي ذيبة راشد بن علي بن مطر بن حفشة
الاكتبيه. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه للثلاث المراكز الاولى، عوده للتوقيت الزمني وساعه الوصول الى خط النهايه. اذا مشاهدينا الكرام 4 دقائق 42 ثانيه، تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى الختام، نودع برنامجنا من خلال انطلاقه 20 شوطا، فتهانينا والناموس لكل الفائزين وحظ نوفر لمن لا يحلو الحظ في اشواط صباحيه هذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، شكرا للأجانب المنظمة في أرضية ميدان سيف العرب، تقبلوا تحياتي وتحيات لجنة، ولنا اللقاء إن شاء الله في يوم الغد، ونتمنى التوفيق للجميع وإلى اللقاء.